القمه ديال التضامن هذا تقشعر له في الحقيقه. حنا الكبار اعطونا الصغار المثال والمثال المطلق ديال التضامن ونعمه التربيه ونعمه التلاميذ ونعمه هذا يرجع بطبيعه الحال كما قلت التربيه ديال الاسره بشراكه مع الاستاذ بمشاركه مع المؤسسه بمشاركه مع الاباء ومشاركه مع الساكنه. يعني هذه ما يمكننا قوله هو ان نشجع ابناءنا على هذا الخصال والاخلاق العميده التي فقدناها في زمن نحن محتاجون اليها. وحنا نحبكم وحنا متطوعون معكم ونشكركم كاساتذه كمربين ليوصلوا اولادنا المستوى ديال واجب ولا تسلموا على السيد. السلام عليكم. زيد اسيدي زيد انا صحه اللي ساهموا في هذه الخدمه ونشكر جميع من اثرهم من جمعيات سواء جمعيه الاباء او جمعيه المجتمع المدني الجمعيه ديال غير ديما حاضر كاباء وهذا واجب وهذا راه هذا هو اللي باش كيتعرفوا كاع المغاربه تبارك الله هو هذا الواجب ديال التضامن وهذيك العائله كاع اللي فقدناه منها كنترحموا عليهم ان شاء الله يكونوا من اهل الجنه بدون حساب بحول العقاب ولا اله الا الله اجل الله يجزيكم بخير معنا الا صبروا ونكونوا قليل. الله يعطيكم الصبر الله يعطيكم الصبر. لا لا اجي استاذ اجي اجي واحد اخر السلام عليكم راجع تعلم الجمعيه ديال هذا الشيء. سي عمو